اهلا وسهلا يا ابو. اهلا بيك. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله يا مستر ياء. الحمد لله. متشكرة قوي على الورد، يعني ما كانش له لزوم. ابدا، دي حاجة بسيطة. ده جاب شوكولاتة كمان. طب اتفضل 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 اتفضل. هو انت مش تقعدي جنب العريس؟ معلش اطفال ابرياء. مستر اكرم عايز يجوزك يا عبلة، رأيك ايه؟ الرأي رأيك يا عم. ايوه، يعني انت موافقه يا بنتي؟ واضح انك موافقه، يبقى على خيرة الله. طلباتكم ايه يا عبلة؟ انا تحت امركم. أنا تحت أمرك. إحنا ملناش طلبات يا ابني. طلباتك إيه يا عبلة؟ اللي تشوفوه. عبلة، اسمك الثلاثي إيه؟ عبلة إبراهيم الحسين. عبلة إبراهيم الحسين. اتفضل. ده مهر عبلة. ايه ده؟ ده كتير قوي يا مستر. مفيش كتير على عبلة يا سمير. قول لي يا ابني، انت هتسكنوا هنا؟ ايوه، لو ما عندكش مانع يعني، انا يشرفني ابقى جاركم. ده البيت ينور يا ابني. ربنا يخليك. هو احنا مش هنتصور مع العريس؟ هتحتاج وقت قد ايه عشان تجهزي يا عبلة؟ انت هتكون مع عبلة يا سمير، هتشوف هي محتاجة ايه. 10 أيام كفاية عشان تجهزي؟ على بركة الله. يبقى نقرا الفاتحة بقى؟ يا حي يا قيوم. آمين. ألف مبروك يا بلبلة. ألف مبروك يا مستر أكرم. الله يبارك فيك. هعمل أجرام بقى وهظبط الماتشات على مزاجك. مبروك يا عبلة. مبروك. مبروك يا أبلة بلبلة. مبروك يا مستر أكرم. الله يبارك فيك يا نور. إيه ده؟ إيه الفتحة السكيتي دي؟ ما تسمعينا زغروطة يا أم صبري. أنا نفسي والله. إيه بعدين يا أم صبري، بعدين بلي الشربات الأول. هو إحنا مش هنتصور مع العريس؟ بعد إذنكم. اتفضل يا ألو؟ ايوه مدام نايلة، ازي حضرتك؟ لا انا وصلته الفندق من بدري. شكرا. الحقيقه ما اعرفش هو فين. طبعا تحت امرك. حاضر، مع السلامه. مبروك يا عبلة. تسلم وتعيش. مستر، مدام نايلة كانت معانا على التليفون وسألتني على حضرتك، فقلت لها ان انا وصلتك الفندق من بدري. طيب انا عايز اكلمها. طبعا اتفضل. بالاذن بس هعمل تليفون. اتفضل. اتفضل يا مستر. تعالى اتفضل يا مستر. الو اكرم، انت فين؟ ما بتردش عليا ليه؟ معلش يا حبيبتي، ما كنتش سامع الموبايل. انت كويسه؟ تالا كويسه؟ احنا كويسين. بس انا مش لاقيه نادين يا اكرم. مكلمها من الصبح تليفونها ما بيردش، ودلوقتي تليفونها اتقفل. انا مش عارفه، ممكن انا خايفه يكون حصل لها حاجه. هيحصل ايه يا حبيبتي؟
طيب كلمت مامتك؟ ممكن تكون عندها. أكرم أكيد كلمت مامي، مش عند مامي ومش عند إنجي وهاني. أكرم نادين ما تعرفش أي حد في مصر. أكرم أنا مش عارفة أعمل إيه. ما تقلقيش أنا جايلك حالا، ما تقلقيش. يلا يا مستر عشان نتعشى. لا انا لازم امشي يا جماعه، معلش انا اسف بس جالي تليفون من الشغل وفي مشاكل ولازم اكون موجود. ان شاء الله خير يا ابني. طب ناكل هما مع بعض الاول وبعد كده روح شغلك. يلا شغلني شويه يا مصطفى. لا مش هقدر مش هقدر، الايام جايه. معلش انا مش غريب يعني. انا اسف يا عبلة. تسلم ايدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى يا مستر اوصل حضرتك. طب مش هتتصور مع العريس؟ نطلع الفندق نجيب العربية يا مستر؟ لا لا اطلع البيت. يا فندم انا بعتذر عن عصبية مدام شهيرة ومتشكر جدا لحضورك واهتمامك بالموضوع. مفيش اي مشكلة يا فندم، احنا مقدرين اللي هم فيه واحنا اللي علينا نعمله. هنتابع اللي سموا المستشفيات ولو في اي حاجه نكلم حضرتك. تمام يا باشا. هو في ايه جايين يسببونا احنا بدل ما يدوروا عليها؟ وصلت الحاجة؟ لا ما وصلناش اي حاجه. بليز اتصرف يا كابتن. طب سالته في الكومباوند؟ ما اكيد سالته في الكومباوند وكلمت كل الناس اللي هي تعرفها وما لقيتهاش. نايلة انا معاكي، عايزك تاني. اكرم انا هتجنن خلاص، انا مش فاهم حاجه. هي خروجاتها كانت فين من ساعة ما وصلت مصر؟ هي ما بتخرجش من الكومباوند غير معايا. وفي شرم؟ كانت معايا، ما خرجتش غير مرة واحدة. قبل انا عارفه انك مشغول بس كنت عايزه اطمن عليكوا. اطمني هو كويس؟ اصل يعني هو نزل بسرعه كده وقال ان عنده مشاكل في الشغل. اه هو روح البيت؟ المشاكل اصلا في البيت يا عم. هو هيكون مراته عرفت حاجه؟ لا ما تخافيش، الموضوع ملوش دعوه بيكي. طيب ربنا يعين. ما تلاقيش ان شاء الله خير. حاولي بقى تنامي لك شويه كده عشان اليوم كان طويل النهارده. تصبح على خير. انت منال. متاكده يا مريان؟ طيب ميرسي، مع السلامه. نادين في شرم، ماريان عرفت الاوتيل اللي نازله فيه. حصل ايه لما رحت الباب؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ نايلة nothing happened. يعني ايه nothing happened؟ ايه اللي خلاها تسافر دلوقتي وبالطريقه دي؟ نايلة انا هنا معاكي زيي زيك، ما عنديش رد على الاسئله بتاعتك. اكرم بليز لازم نطلع على شرم دلوقتي حالا. حاضر، هخلي مريان تحجز لنا الطياره اللي جايه. لو مفيش طياره هنطلع بالعربيه. حبيبتي ما ينفعش. حاضر حاضر هنطلع المطار. نادين نادين انت فين؟ مالك؟ مال صوتك؟ بتعيطي ليه؟ الساعة كام؟ الطيارة 10:30 بتوصل 11:30. طب ما تخافيش حبيبتي هستناكي. لا يا حبيبتي ما حصلش حاجة، انت بس خلي بالك على نفسك. خلص بقى يا حبيبتي. ايه؟
هتوصل على طيارة 11 ونص. طب كويس كده، يعني احنا قدامنا 5 ساعات. سمير يوصلنا ويرجع لها على 11. لا انا لازم ابقى معاه، لازم اشوفها. حبيبتي لازم ترتاحي، لازم اشوفها يا اكرم. طيب يبقى نروح نستريح وبعد كده نرجع لها. عربيتك فين يا أكرم؟ في الأوتيل. أنا كنت خارج مع عليلي بعربيته. ادخلي نامي، أنا مش جاي لي نوم. مش عايزة أنام. تفتكر نادين رجعت تاخد مخدرات؟ ما تقلقيش، كله هيبقى تمام. I hope so. خلي إيريكا تعمل لك فطار؟ لا لا مش عايزة أكل خالص. هقوم أعمل كوفي. لا لا خليكي، أنا هعملك. عامل إيه يا أكرم؟ تمام الحمد لله. الشغل تمام؟ مسؤولية أكبر بس تمام ماشي. يعني مرتاح في الأوتيل؟ تعودت. أنت عاملة إيه؟ إيه؟ تمام. The newspapers, I should say, when you're holding that up, it's covering up mint sauce on your dress. And you think, why would, I mean, why would you I have should, mint sauce? Can I just show you something? انتوا نايمين هنا ليه؟ مفيش، كنا بنشرب كافي وبعدين عشان ما نتأخرش على نادين. وشكلنا روحنا في النوم. بعد إذن حضرتك أنا هروح أغير هدومي. الله مالك يا عروسة، رجل بره ورجل جوه ليه كده؟ ما تخش البيت بيتك. طلبتني ليه يا سوني؟ وهو انا يعني كنت هطلبك ليه يا نعمة؟ احنا مش كنا فضيناها سيرة؟ وبقالي سنة ولا شفتك ولا سمعت حسك. مالك يا بنت مش على بعضك ليه كده؟ ايه اللي فكرك بيا بس؟ بعد ما اتسترت وبقى ليه يا راجل؟ هقاو شلها يا راجل. وهو الستر ده مين اللي جابهولك؟
ابوس ايدك يا سوني ما تخربش عليا، انا ست متجوزه دلوقتي. ما خلاص يا نعمه انت هتغنيها، عرفنا انك متجوزه. وهو انت يعني فاكره ان انا ما اعرفش انت ماشيه عدل ولا لا؟ امال ايه طيب؟ انت مش قلت لي انسي اللي عندي وعفى الله عما سلف؟ ما تخافيش، عايزك في شغلانه خير لوجه الله. خير؟ خير؟ في واحده تخصني، عاير رخم كده ومش تمام من دبقها، عايزك تقفي في سكته. لا 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 طبعا ما ينفعش. خبرها يا نعمه ما تهدي عليا لحد ما اقولك البقين. الله، وهو انا يعني هبقى متوبك وهرجعك بايدي؟ انا كل اللي عايزه منك انك تلغيه، تكلميه كده، ها، بس الملاغيه تبقى رايحه جايه. طب واخرت الملاغيه؟ عايزه يطمن لك وتفتحي مع سكه. سلام ورحمه الله. عايز جراب للتليفون ده. اتفضل. مفيش غير ده؟ اه والله هو ده اللي عندي. شكرا. العفو. طب واللي مد بقها دي بقى تبقى مين؟ ما يخصكيش انت بقى الحوار ده يا نعم. انا بس عايز ارسع الحوار عشان اعرف انا هشتغل ازاي. خبر ايه يا بنت؟ الله، انت تعملي اللي انا بقولك عليه وبس، مش عايز لماضه. كلام هنا مش هينفع في المحل، انت تعدي عليا اخر النهار في البيت نكمل كلامنا. طب وفرق بقى جوزي عرف الحوار ده؟ وهو هيعرف منين يا نصحه؟ انت مش هتتكلمي من موبايلك خالص، انا محضر لك عده جديده برقم جديد. طب ما هو ممكن الراجل ده يوصل لي من الرقم الجديد. انت عبيطه يا بنت، انت مفكره ان انا هديكي رقم تتكلمي منه باسمي ولا باسمك؟ انت هبله. هما ساعتين ثلاثه بالظبط يا ابله، تعدي عليا تكون العده جاهزه ان شاء الله. ماشي. حفظ الله. ايه، احنا اللي هنعيده هنزيده؟ انا لا جاي اعيد ولا جاي ازيد، بس ايه رايك شفت خلصت الموضوع ازاي؟ هو انا مش قلت لك يا بنت انت قبل كده المحل ده ما تعتبيهوش تاني؟ ولا البعيد ما بيسمعش؟ ليه كده بس؟ ده انا اللي هديته على فكره. اوعي تكوني مفكره حلوه ان الحوار بتاعك خلص، علشان اللي زيك بيقعوا. اسمعي مني انا بقول لك. والنبي، طب والنبي خليك بقى قد الكلام ده المره الجايه. لا ما هو مش هيبقى في مره جايه، عشان المره اللي جايه هتتجابي من شعرك. وانا ما قلتلكش انها خلصانه. بايه؟ خلصانه بايه؟ ما هي لازم تخلص بحاجه اصلها، واللي زيك بقى عمرها ما بتخلص معاهم بنظافه. بشوقك، بس بقول لك ايه، اعمل حسابك بقى عشان الامر ما يسلمش. بس تركك لسه جايب لي عده نظيفه جديده، فهبقى اعديها عليك بقى علشان لو حابب تحط عليها حاجه. المحل ده يا سنيوره ما تعتبيهوش غير وتركه موجود، الكلام مفهوم؟ المحل ده محل تركه، وهبقى اجي بمزاجي وقت ما انا عايزه. ماشي؟ سلام. سوري بجد بجد. انتي دون سي سوري، متقلقيش، ولا مفيش حاجة حصلت. مفيش حاجة حصلت خالص. قالت لك حاجة؟ انت شايفة شكلها عامل ايه؟ ما عرفتش اعرف منها اي حاجة. اكرم يقدر يعرف هي جابت المخدرة دي منين؟ خلينا الاول نطمن عليها وتقوم بالسلامة، وبعد كده نبقى نشوف جابت الحاجات دي منين وهنعمل ايه. ممكن؟ نعمل ايه؟ وانا هنستنى؟ ما ينفعش، لازم ترجع المصحة تاني. مامي نادين مش هتقدر ترجع المصحة تاني. امال انت شايفة الحل ايه؟ مش عارفة. اوكي؟ خليها بس تقوم، بعديها هبقى اقعد اتكلم معاها واشوف ايه اللي يريحها. الراحة هتيجي بعدين، المهم تبطل. واضح انت كمان عندك مشاكل. قصدك ايه؟ اكرم ما يباتش في البيت ليه؟ ممكن تريحي نفسك من الموضوع ده؟ انا واكرم عارفين كويس قوي بنعمل ايه. الراجل لما يتعود يعيش بره البيت ما بيرجعش تاني.
والله انا احسن لي انه ما يرجعش تاني عن انه يرجع ويخوني. هو كده مش هيخونك؟ It's not even an option. انا وهو اتكلمنا في الموضوع ده اوريدي. لو اي حد فينا حس بحاجه ناحيه حد تاني هنيجي نقول لبعض وساعتها هنبقى نتطلق. انت متخيل ان اكرم لو حس بحد تاني يجي يقول طب سيلي؟ مفيش راجل بيعمل الكلام ده. اكرم مستحيل يعمل فيا كده. يا ريت يا ريت. ولو لسه بتصدقيني رجعيه، ما تخليش البريك يطول اكتر من كده. عايزك تكلميه في التليفون يا نعمة، تشوقيه، تشغليه، تخليه هو اللي يبقى عايز يشوفك. سكي. لا هي ما تجيش كده، احنا نبعت له رسالة الأول. صح، أنا قلت أنا اخترت صح. نبعت له رسالة، نبعت له رسالة نخليه هو اللي يبقى عايز يكلمك في التليفون، كأنك بتبعتيها لواحد تعرفيه، كأنك بتبعتيها لصاحبك. عايز رسالة يا نعمة من اللي بيجروا الريق. طب اكتب عندك. وحشتني يا مودي. يا مودي. من ساعة ما سبتني امبارح وأنا مش على بعض. ايوه بقى يا نعمه خش عليا. امبارح ما تيجي. ايه يا سوني؟ ايه يا بنت في ايه ده المودي؟ ما تيجي. بعت وصلت. تمام، نشرب بقى كوبايتين قهوه لحد ما يتصل في التليفون. ماشي. قهوتك ايه؟ لو النبي. يمكن تكون غيرتها ولا حاجة. لا يا اختي ما بغيرش. ماشي. هو ردي ردي. الو يا مودي. حبيبة قلب مودي. هو انت مش بترد عليا ليه؟ ما انا رديت اهو. ايه ده؟ انت مش مودي. ما ينفعش مودي يعني ولا ايه؟ هو انت صحيح مش مودي بس باين عليك دمك اخف منه. انت اللي باين عليك يا عسل. بقول لك ايه، ما تيجي. مبسوط مني؟ عش على عش يا نعمه. بصي بقى، هو كده كده هيتصل، انا هديك العده دي عشان تروحي بيها، بس لازم تبقي عارفه ان العده دي كانها معايا، انا شايف وقاري كل حاجه. فاهم. لو بعت لك اي رساله فيها لينك اوعي تفتحيها. ده شكله هيبقى حوار عواق يا سوني. ولا عواق ولا نيلة، ما تقلقيش، خليك انت بس في الملاغية. إن كان على الملاغية انت تؤمر. الله زمان يا نعمة. مبسوطة في الجواز يا بت؟ ألو. ينفع كده؟ هو كويس؟ كويس الحمد لله. هي كانت مشكلة كبيرة ولا ايه؟ شوية بس اتحلت. ما انا قلت لك يا بنت الناس ما تقلقيش يا عبله، دي اختي مدام نايله كان عندها مشكله وخلصت الموضوع، ملوش علاقه بيكي. بركه انكم كويسين. صباح الخير. تمن اهل. انا بحمي لي دايما يا انا امان عليك، ريحني ما تسيبنيش كده.
خدي الشبكه فرجها للناس. ايه يا ماما الحركات دي؟ مش هعمل كده. طب قولي لاخوك يغير الاغنيه دي. لا يا بابا، شوف لنا حاجه تانيه عشان هيلبسوا الدبه. ترى يا بنت انت راكبه توك توك؟ امك هي اللي بتقول انا مالي. اشغلك ايه يا خالد؟ يا دبله الخطوبه. حبنا نتهنى بالخطوبة ونقول من قلبنا يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا يا ايه مش عاوزة مساعدة؟ لا خلاص قربت خلص. طب انت مالك مكركبة الدنيا دي كده ليه؟ شيلي كده العلبة دي توسع لك شوي. ايه بقى مش هنفرح بيكي ولا ايه؟ مفيش حد كده ولا كده؟ لا والله مفيش نصيب، وبعدين انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. وهم ان شاء الله ناويين يتجوزوا امتى؟ لسه قدامهم حبه بقى يجهزوا نفسهم. هو العريس ده شقته فين؟ مش عارفه، بس هم هيخشوا في حاجه ايجار الاول. لا ده عصام بسم الله ما شاء الله عليه، جاب ملك جنب الجامعه. والله يا تقى وحياه النعمه دي ان كل يوم ماما بتجيب له عرايس ياما، بس هو الظاهر كده لسه باله مشغول بيكي. طب بقول لك ايه يا نوح، قولي له ما يشغلش باله بيا، انا كده كده ما بفكرش في الجواز دلوقتي، وهو ان شاء الله ربنا هيوفقه في عروسه زي الفل. الله طب ما تفكري. ايه يا تقى انت فين؟ الناس. معلش يا هدير هاتي الصينيه دي وانا جايه على طول. هديني كده يا قطه ساعديها والنبي يا نوح. كل الناس اتجوزت، ما فاضلش غير انا وانت والمروحه. عقبالك يا اختي.
الو، مساء الخير يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا. انا اسف ان كنت بكلم حضرتك في وقت مش مناسب. انا بكلمك من طرف استاذ فياض. فياض مين؟ فياض عجميه. لا انا ما اعرفش حد بالاسم ده الحقيقه. فياض عجميه بتاع محلات الموبايلات اللي في شارع عبد العزيز. يا استاذ انا ما اعرفش حد. اكيد انت تقصد ايمن تاني. لا انا متاكد ان هو يقصدك انت يا فندم. ممكن اعرف ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع بخصوص انسه تقى. تقى مين؟ تقى عبد الرحمن. مالها؟ الحقيقه انا كنت عارف ان انتوا كنتوا مخطوبين وفي بينكم مشروع جواز وما كملش، فانا اسف اني بتدخل يعني، بس كنت عايز اعرف ما كملش ليه. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ ما انا قلت لحضرتك استاذ فياض. وانا برضو قلت لك ما اعرفوش. يا استاذ ايمن احنا رجاله زي بعض يعني، وانا بدور على النصيحه، فيا ريت تنصحني يعني اكمل في الموضوع ولا لا. كمل طبعا يا استاذ. تقى دي بنت كويسه جدا ومحترمه. بس فياض ما قالش كده، وقال كمان ان في فيديو انت مصوره لها. انا قلت لك انا ما اعرفش فياض وما اعرفش فيديو ايه اللي بتتكلم عنه. طب بص بقى يا عم ايمن، انت بني ادم وسخ وابن 60 كلب، ولو شفتك صدفه في الشارع هفشخ. لا بس الصورة اللي على موبايل هاجر حلوين قوي، هبعتهم لك يا حبيبي قوي لما نقفل على الواتس. في يا ماما؟ نامي انتي. تقى قومي، قومي اسحيلي وفوقي، قومي. في ايه يا ماما؟ عايزاكي في موضوع ماما. قومي تعالي نتكلم مع ابوك، اشوف بقى صرفه معايا ان شاء الله كده، ما اشوف هيعمل لنا ايه.